رمضان ويا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يلي أرضاك الرحمن، يا لي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. مشاهدي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. في حلقة اليوم بإذن الله هنتكلم إن شاء الله على واحد الظاهرة مغربية في رمضان، واحد الظاهرة تتجلى وتظهر خصوصا في رمضان، حتى أن المغاربة ولو سموها واحد التسمية مناسبة اللي كيسموها المغاربة ترمضينا. ترمضينا أيها الإخوة معناها أن واحد الفئة من الناس، واحد الصنف من الناس من أعمار مختلفة ومن فئات مختلفة، عندما يكونون في حالة صوم نهار كيكونوا صايمين كتكون عندهم واحد المشكلة ديال واحد العصبية زائدة، واحد التوتر زائد، واحد النرفزة، لدرجة أنهم كيكونوا على استعداد أن تصدر عليهم ردود أفعال مختلفة ومتنوعة، وبعض هذه ردود الأفعال يتنافى مع آدابي ومع مقاصدي الصوم. كيكون عندهم واحد الاستعداد أنهم يتقلقوا لأي سبب، أنهم يسبوا، أنهم يشتموا، وخصوصا في شي أماكن اللي كيكون فيها شوية ديال الزحام ولا شوية ديال الاستفزاز أو لا، فيعني تظهر ردود الأفعال هذه أكثر. فلهؤلاء الإخوة ولهذه الفئة من الناس أريد أن أقول بعض الكلمات ونقول لهذا الناس هذا أول شيء أنهم استحضروا عظمة هذا الشهر وفضيلة هذا الشهر الكريم، واستحضروا أن الصيام نعمة من الله عز وجل، نعمة كبيرة، نعمة عظيمة، واستحضروا أن واحد الناس آخرين يعيشون في هذه الأرض محرومون من هذه النعم، نعمة الصيام ونعمة القيام ونعمة رمضان ونعمة القرآن، ربما لأن الدعوة ما بلغتهمش أو لسبب من الأسباب. فيعني المفروض أن يكون إدراك هذه النعمة المفروض أن ينعكس نفسيا ويخلي الناس فرحانين بهذا الشهر، ويخلي الناس مفتخرين بهذا الشهر، ويخليهم أكثر يعني إخوتهم واسعة وأكثر كيصوموا هم مرتاحين وإلى غير ذلك. أيضا نبغي نقول لهم تقبل الله صيامهم وقيامهم، ونبغي نبشرهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بينه وبين النار 70 خريفا. كل نهار يا أخي الصائم، يا أختي الصائمة، كل نهار تصومه في سبيل الله يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفا، يعني 70 عاما، هنيئا لك. والحديث أيضا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اللي فهمه من الشراح أن ثواب الصوم غير محدد وما إلى ذلك. أيضا نبغي نذكرهم أيضا بأن العبادات في الإسلام لها آداب، العبادات في الإسلام لها آداب، فالإنسان وهو صائم ينبغي أن يستحضر أنه في عبادة. ما يمكنش مثلا الإنسان وهو في صلاة إذا استفز أن يرد بسوء. أنت مثلا في صف الصلاة، فشي واحد مثلا مضايقك شوية ولا شي واحد وطع عليك أو شيء من هذا القبيل، جو الصلاة ومنزلة الصلاة ما كتسمح لكش أنك تدير واحد رد فعل لا يتناسب الصلاة. نفس الشيء بالنسبة للصيام، ما يمكنش وأنت صائم لله عز وجل أن تصدر عليك بعض ردود الأفعال السيئة التي تنافي الصوم، التي تنافي رمضان، واللي كتنقص من الأجر وما إلى ذلك. وأيضا أذكرها هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ف
فواش معقول أن الإنسان يصوم النهار ويصبر على العطش ويصبر على الجوع ويصبر على جميع المفطرات وفي الأخر يضيع ويضيع هذا الأجر بسلوكات وأفعال، شي ردود أفعال هوجاء وشي تصرفات هوجاء، فصدق هذا الضياع هذا الأجر. هذا شيء المفروض يعني أن نتنبه له، والمفروض أن يتم اجتنابه. أيضا من الأمور اللي نذكروا به الإخوان أن يعني سبب هذا القلق وسبب هذا الغضب وهذا ردود الأفعال كتكون عند كثير من الناس بسبب ترك التدخين أو لا بسبب ترك بعض المنبهات مثل الشاي ومثل القهوة. وهذا واحد من مقاصد الصيام، من مقاصد الصيام أنه يحرر الإنسان من هذه العادات السيئة، يحرره من أن يكون عنده شي ارتباط معين بشي أكلة ولا شي طعام ولا شي شراب، شي ارتباط فوق العادة. فمن مقاصد الصيام أن يتغلب المسلم على بحال هذه العادات وعلى بحال هذه المشروبات وكذا. ورمضان هو فرصة لترك هذه الأمور، فرصة رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين، رمضان فرصة لتعديل واحد المجموعة من العادات السيئة اللي قد تسيء إلى المسلم وقد تؤثر على مزاجه وقد تؤثر على تصرفاته. أسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.